مراد عاصم عاصم يا شيخ قول الله أكبر الله أكبر لا وهو على كل شيء قدير سبحان من له الملك والملكوت سبحان من له القدرة والجبر سبحان من قهر عباده بالموت وهو الحي الذي لا يموت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وجد وامن وأنعم وبارك بجلالك وجمالك على أشرف الأمم سيد العرب والعجم وإمام مكة وزمزم والمدينة والحرم من أطاعه السيف والقلم عالي الهمم مليح الشيم منبع الفيض والجود والحكام سيد الأنام ومصباح الظلام وخاتم الأنبياء والرسل الكرام نبينا محمد فزده يا ربي كرما وشرفا ورفعة ومهابة وإجلالا وتعظيما رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا صحابة رسول الله رحم الله من نظر فاعتبر وأمر فأتمر وزجر فازدجر ولمثل هذا الحق المبين انتظر
انتظروا واعتبروا يا أولي الألباب، الحكم لله مؤمن شجاع أبي شاعر أديب من أهل التوحيد والإيمان والحقيقة والبرهان، تغمده الله بالرحمة والرضوان وأسكنه فسيح الجنان، إنه رؤوف منان متطاول بالمنة والإحسان. الصلاة على هذه الجنازة الحاضرة الله، فسبحان الدائم الباقي الحي الذي لا يموت. نويت أصلي على هذه الجنازة الحاضرة 4 تكبيرات فرضا كفاية لله عز وجل، مستقبلا الكعبة الشريفة إماما. نويت الله أكبر، مستقبلا الكعبة الشريفة مقتديا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لله عز وجل ولرسوله. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قراءة الفاتحة. ولطالين اللهم إن كان محسنا فزد من إحسانك على حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين.